الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة المشروع القومي لإنشاء منظومة النقل الذكي. الرئيس السيسي يوجه بفتح جسر جوي لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان وجنوب السودان. رئيس الوزراء يتابع مشروعات إحياء وتطوير القاهرة التاريخية. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والنقل، وذلك لمتابعة المشروع القومي لإنشاء منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء منظومة النقل الذكي وفقا لأعلى المعايير العالمية بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية. كما وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق المراحل الأولى للمنظومة الجديدة لتشمل 20 محورا رئيسيا، وذلك تدريجيا طبقا لجدارة الأداء مع تدريب وتأهيل كوادر الجهات المعنية لضمان كفاءة تشغيل واستخدام المنظومة على الوجه الأمثل. وقد شهد الاجتماع استعراض خطوات ومراحل تنفيذ منظومة النقل الذكي التي تتم بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة كوزارات الدفاع والداخلية والنقل، وتهدف إلى تحسين كفاءة السيولة المرورية وحركة المواطنين والبضائع من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة لمساعدة ودعم المتنقلين وتزويدهم بمعلومات محدثة أولا بأول عن حالة الطرق والكثافة المرورية بهدف الحد من الازدحام والتكدس والارتقاء بنظم النقل وتوفير الوقت والجهد والطاقة، حيث تعتمد منظومة النقل الذكي الجديدة على أنظمة واتصالات إلكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث وإرشاد سائقي المركبات. كما ستشمل بداية تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى أكثر الطرق كثافة وتنقلا للمواطنين، ومنها طرق القاهرة إسكندرية الصحراوي والقاهرة إسماعيلية الصحراوي وشبرا بنها الحر. كما تم عرض مردود تطبيق المنظومة الجديدة من ناحية تحقيق سلامة وأمن مستخدمي الطرق والمحاور، حيث من المتوقع أن تساهم المنظومة في انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى حوالي 40%، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وتخفيض مدة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة. فتحت مصر جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان وتقديم مساعدات عاجلة لدولة جنوب السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. المزيد في سياق هذا التقرير. في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان في ظل الأزمة التي تمر بها حاليا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية
متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة. وأعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. وفي سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل شعب جنوب السودان الشقيق. كما قدم المسؤولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيداً على دور مصر الرائد تجاه الأشقاء من الدول الصديقة والشقيقة. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية وجود تصور واضح لتطوير القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ مشروعات التطوير تباعا. وأكد مدبولي حرص الحكومة على عودة القاهرة لرونقها وجمالها عبر الاحتفاء بآثارها ومبانيها التاريخية وإزالة كل المظاهر السلبية وأي تعديات على هذه المناطق. ووجه مدبولي بضرورة الاهتمام بالمسارات السياحية وأعمال تنسيق الموقع. أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020. المزيد في سياق هذا التقرير. استنفار أمني وجاهزية للقوات لتأمين جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي يتم التصويت فيها على مدار يومين. وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية تشارك فيها قطاعات الوزارة بعناصرها المدربة ذات الجاهزية العالية والمزودة بأحدث التقنيات والمعدات التي تتيح لها سرعة التعامل مع أي خروج على القانون والمستجدات والطوارئ. تعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع المختلفة على مستوى الجمهورية ووضع ارتكازات أمنية أمامها مع إجراء عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان. بالتزامن مع تلك الإجراءات الأمنية يتم تأمين المنشآت الهامة والحيوية. تنتشر عناصر من قوات التدخل السريع والأقوال الأمنية التي تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل الفوري والسريع مع كافة المستجدات الأمنية. ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية يتم المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمهورية من خلال ارتباطها بغرف العمليات بمديريات الأمن لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية. درجة الاستعداد لدى القوات وصلت إلى المرحلة القصوى لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي، وبما يوفر مظلة أمنية يمارس من خلالها المواطن حقه الدستوري في اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، لتؤكد الشرطة المصرية قدرتها ونجاحها في تأمين مثل تلك الاستحقاقات. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فردي أمن بالحرس الوطني في مدينة سوسة بتونس، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر. أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف،
كما أكدت تضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة وكل ما يستهدف أمنها واستقرارها. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.